مدبولي في سان بطرسبرغ ضمن الوفد الأفريقي لعرض بنود مبادرة السلام على الرئيس بوتين. بايدن يندد بنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ويطالب أوكرانيا بتنفيذ المعايير للانضمام للناتو. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع، ومجلس السيادة يشدد على ضرورة أن يكون للبلاد جيش واحد. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. يواصل وفد المبادرة الأفريقية المشتركة جهوده في استعراض مبادرته لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. ويمثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصر ضمن الوفد الأفريقي الذي يلتقي حاليا بمدينة سان بطرسبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادما من كييف. يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مدينة سان بطرسبرغ لبحث بنود المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية. وكان الوفد قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى مدينة سان بطرسبرغ، حيث يترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة أيضا رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو. هذا والتقى الوفد برئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أمس في كييف. ونتابع الآن مشاهدينا جزءا من الاجتماع الذي يعقد الآن في روسيا في إطار المبادرة الأفريقية المشتركة، والتي يحضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الأوكرانية. وننوه مشاهدينا أن هذا الوفد كان قادما من كييف، حيث التقى بالأمس رئيس أوكرانيا فولودمير زيلنسكي. موقف ثابت وعادل تتبناه مصر تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية، والذي يبنى على احترام مقدرات الشعوب وعدم التدخل في شأنها الداخلي، وهو ما ينعكس على الأزمة الأوكرانية. وحرصت مصر على إيضاح موقفها من تلك الأزمة نظرا لما سببته من تداعيات تخطت حدود الدولتين ووصلت لجميع أنحاء العالم، لا سيما أفريقيا التي صارت الأزمة تهديدا مباشرا لأمنها الغذائي، إلى جانب فقدان الأرواح ونزوح الملايين. We'll be right back.
كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن تفاصيل خطة السلام الخاصة بأوكرانيا. ومن ضمن أبرز بنود خطة السلام هو وقف تصعيد النزاع بين كل من الجانبين وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، وكذلك تسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة أن تقوم أوكرانيا بتلبية المعايير والشروط لتكون جزءا من الناتو، مشيرا على أن الطريق لن يكون سهلا أمام كييف للانضمام للحلف. كما ندد الرئيس الأمريكي بقيام روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، واصفا تلك الخطوة بانعدام كامل للمسؤولية. Now, as you, some of you know, I'd usually come down and say hi to all of you. They'd tell me. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إنه من غير الممكن التفاوض مع روسيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى ضرورة سحب روسيا قواتها من أوكرانيا. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انفتاح موسكو على مختلف المقترحات المطروحة لحل الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى عدم تحقيق كييف أيا من أهداف هجماتها خلال الفترة الأخيرة. لا يكاد يمر أسبوع في أوكرانيا دون حدوث تطورات تميل في معظم الأحيان نحو مزيد من التصعيد الميداني والدبلوماسي، وفي وقت صعدت فيه كييف من هجماتها على القوات الروسية في الجبهات شرقي وجنوبي البلاد والتي تشهد قتالا عنيفا، أكدت أوكرانيا إحراز تقدم واستعادة السيطرة على عدة مناطق، فيما نفت موسكو تحقيق كييف لأي من أهدافها خلال الفترة الأخيرة. على الصعيد السياسي وفي ظل رغبة مختلف دول العالم في تسوية الأزمة الأوكرانية، يسعى وفد المبادرة الأفريقية المشتركة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين رغم التعقيدات التي تواجه تحقيق هذه الغاية. فعلى الرغم من ترحيب حلف الناتو بمختلف مبادرات الحل، تمثلت التعقيدات السياسية في إعلان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رفض التفاوض مع روسيا في هذه المرحلة، مؤكدا أن هذا الأمر سيعني تجميد الموقف بشأن الحرب. وفي تأييد هذا الموقف، شدد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا على أن الأولوية القصوى لبلاده حاليا تنصب حول استعادة السيطرة على مختلف مناطق البلاد الواقعة تحت سيطرة روسيا، لافتا إلى أن أي حديث عن إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين البلدين لا يعدو كونه فكرة سابقة لأوانها كثيرا. موقف موسكو كان مختلفا عن نظيره في أروقة كييف، إذ شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انفتاح بلاده على أي مبادرات مطروحة للحل، فيما تطرقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إلى الحديث عن احتواء مبادرات السلام المقترحة بشأن التسوية على أفكار قابلة للنجاح، من بينها مقترح المنطقة العازلة على حدود البلدين، إلا أن زخاروفا اعتبرت النظام الأوكراني مشكلة رئيسية ستعرقل مثل هذه المبادرات. طلب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مجمع الصناعات العسكرية بزيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال تفقده مؤسسة الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة أومسك، شدد شويغو على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وتلبية احتياجات القوات الروسية، مشيدا بما اعتبره تحسنا في القدرات الإنتاجية العسكرية وزيادة جودة السلاح الروسي.
أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز تصدي وحدات الدفاع الجوي الروسية لهجوم أوكرانيا على محطة ضخ في خط أنابيب دروغبا في المنطقة المتاخمة لحدود أوكرانيا. وأضاف حاكم بريانسك أنه تم تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الهجوم الذي وقع في منطقة نوفوزبيكوف. إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الروسي زاد مؤخرا من عدد طائرات الهليكوبتر الهجومية لديه في جنوب أوكرانيا ردا على العمليات الهجومية المضادة التي ينفذها الجيش الأوكراني. وأضافت الوزارة أنه منذ بدء عمليات الهجوم المضاد الأوكرانية في جنوب أوكرانيا عززت روسيا قوة طائرات الهليكوبتر الهجومية في المنطقة. كما أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنه في ظل التنافس المستمر بين إجراءات الطيران والإجراءات المضادة، من المرجح أن تكون روسيا قد اكتسبت ميزة مؤقتة في جنوب أوكرانيا، خاصة مع استخدام طائرات الهليكوبتر الهجومية صواريخ بعيدة المدى ضد أهداف أرضية. شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار على ضرورة إنهاء الحرب في السودان، لافتا إلى أهمية أن يتحقق ذلك شريطة أن يكون للسودان جيش واحد فقط يدافع عنه. أضاف عقار أن الجيش السوداني يتعامل مع مبادرات التهدئة لكنه لن يقبل باحتلال السودان على حد وصفه. كما أشار إلى أن الوضع في العاصمة الخرطوم كارثي، لافتا إلى أن انهيار السودان سيعني انهيار المنطقة للقرن الأفريقي بشكل كامل. شن الجيش السوداني عمليات قصف مدفعي على مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. كما ترددت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في مدينة الأبيض شمالي كردفان. في سياق ذاته، قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، قال إن قوات الجيش تتقدم بثبات نحو الأهداف المخطط لها. إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة السودانية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك مقتل نحو 17 شخصا من بينهم 5 أطفال ونساء ومسنون في تقدير أولي. وأضافت أنه تم تدمير 25 منزلا بمنطقة مايو بجنوب العاصمة الخرطوم. جاء ذلك جراء قصف جوي تعرضت له منطقة اليرموك جنوب الحزام، ولفتت السلطات إلى وقوع مصابين وتم نقلهم للمستشفى. هذا ويتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين. وتتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمة الصحية التي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. جهود متواصلة تقدمها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين السودانيين النازحين إلى مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لا سيما في مستشفى أسوان. وتقدم مستشفى أسوان خدمة متميزة بعد تضرر المراكز الطبية بالسودان جراء الاشتباكات المستمرة ونزوح الآلاف إلى المناطق الحدودية. هنا محطة هامة من المحطات التي تقدم فيها مصر خدماتها للوافدين السودانيين، مستشفى أسوان الجامعي الذي وجد فيه العم حسن الزبيري صاحب 53 عاما سبيلا للحصول على الخدمات العلاجية والصحية بعدما نزح من دائرة الاشتباكات في بلاده والتي أضرت تماما بمعظم المنشآت الصحية هناك. طوال جيت قابلت الدكاترة وخشيت المستشفى، الحمد لله رب العالمين، لقيت الشغل يعني ما شاء الله ما شاء الله 100 على 100،
شغل ما شاء الله زي ساعة، شغل ما شاء الله في المستشفى ليل ونهار ما شاء الله. أنا جيت قبل 9 أيام من السودان وكانت الحالة يعني يأس شديد، فجينا بإسعاف وكده يعني خشينا على طول المستشفى ورحبوا بينا والحمد لله الحالة ما كانت كده يعني، الحالة كانت يعني يأس شديد. رفقاء عاشوا سالمين آمنين، إلا أن ويلات الحرب جعلت أحدهم مريضا، بينما الآخر يأخذ بيده برفقة الأطباء المصريين سعيا لتضميد ما سببته هذه الظروف الصعبة وتقديم المؤازرة إضافة للعون الطبي. أنا جيت من قبل 3 أسبوع 4 أسبوع تقريبا بعد المشاكل، والحمد لله والله استقبلونا استقبال جيد جدا، ما قصروا معانا، والله في أي حد لما تلقى له حيقول لك كلام طيب. مستشفى أسوان الجامعي قدم ملحمة وطنية عبر توفيره العديد من الخدمات الصحية والطبية، والتي وصلت لعلاج أكثر من 300 حالة من النازحين السودانيين، إضافة لتنظيمه قافلة طبية بمعبر قسطل وقاعة الكشف على 900 من الوافدين، ما تطلب منه مضاعفة الأطقم الطبية العاملة وتوفير كل الأجهزة الطبية المختلفة واستقبال حالات الأمراض المزمنة. توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل الرعاية للأخوة السودانيين النازحين من ويلات الحرب في السودان، إن احنا نوفر كل الإمكانيات الموجودة في مستشفيات جامعة أسوان لهذه الأزمة. احنا بالنسبة بنستقبل حالات على طول في الاستقبال، مش بنتأخر عنهم، سواء كانت الإسعافات الأولية، حالات في جروح، حالات بتحتاج غرز في الوش، حالات بتحتاج غرز في اليد، حالات إصابات الأوتار، حالات الكسور في اليد والصوابع، وحالات كسور الوجه والفكين، كل الحالات دي احنا بنتعامل معاها. مستشفى أسوان الجامعة بتعتمد في دخول الحالات السودانية زيهم زي المصريين بالظبط بنفس التكلفة المادية للدخول، وهي تكلفة رمزية. دول إخواننا وجيراننا، فما بنقصرش معاهم، يعني زيهم زي المصريين ما بنقصرش معاهم. نستقبلهم عندنا سواء كان عن طريق العيادة الخارجية أو عن طريق الاستقبال الخاص بنا اللي شغال 24 ساعة. بتبقى الحالات اللي في العيادة أكثرها بتكون يعني فيروسات كبدية، سواء فيروس كبدي بي أو سي، تمام، فبنمشي معاها بنطلب لها الفحوصات اللازمة من وظائف كبد، من أشعة تلفزيونية، بنطمن على العيان هل في تليف كبدي ولا لا. مشاهد صعبة خلفتها الأحداث في السودان ربما تظل عالقة في الذاكرة، بينما ما خلفته تلك الأحداث من إصابات وتدهور صحي تعمل مستشفيات أسوان على مدار الساعة لمعالجة آثاره وتقديم الدعم والمساعدة لإخوة الجنوب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. جهود مصرية كبيرة تقدم للأشقاء السودانيين، فإذا كانت مصر قد فتحت للوافدين أبواب المعابر أملا في البقاء والعودة للحياة من جديد، فهي فتحت أيضا أبواب المستشفيات لإنقاذ المرضى وتخفيف آلامهم بتوفير بيئة صحية مدعمة بكل الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها. محمود جميل، التلفزيون المصري. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تستأنف غدا رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي، وتناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي خلال الجلسة اللائحة التنفيذية للعمل الأهلي وأهم المعوقات التي تواجهه، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة متطلبات حرية البحث العلمي والتفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج. We'll be right back.
وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد المقرر المساعد بلجنة الشباب في الحوار الوطني زكي القاضي على تلقي الحوار الوطني الآلاف من المقترحات، مشيرا إلى أنه تم فرزها بشكل جيد. وخلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، شدد المقرر المساعد بلجنة الشباب في الحوار الوطني أن الفرز أفضى إلى 113 قضية، منها ريادة الأعمال والتمكين السياسي للشباب وملف الرياضة. الفترة اللي فاتت لفينا كل الجامعات المصرية، أكثر من 100 جامعة مصرية لفيناها كلها، تواصلنا مع كل رواد الاعمال داخل مصر وخارج مصر. احنا الناس اللي حتى اللي ما نعرفهاش كنا بنراسلها بشكل شخصي، نقول لهم ابعتوا لنا المقترحات. في الناس النهارده جايه من بره مصر عشان تحضر الجلسه، عشان هم فاتحين شركاتهم بره مصر. طب احنا قلنا ليه هم يفتحوا شركاتهم بره مصر وهم مصريين؟ هم يقدروا طبعا يفتحوا فروع وربنا يزيدهم وكل حاجه، لكن احنا محتاجين يبقى الاصل عندنا هنا في مصر. عشان كده كنا بنحاول ان احنا نستمع للافكار كلها وان احنا نصل للناس. الفتره اللي فاتت وصلنا لقطاعات كبيره جدا ولفينا محافظات حتى في مؤتمرات جماهيريه، وجمعنا المقترحات عشان يبقى قدامنا صورة كاملة لهذا التصور اللي ممكن نقدر نتحرك عليه. فالنهاردة لما كنا مثلا بنناقش ملف ريادة الأعمال، بقول لحضرتك كانت في ناس جاية من بره مصر بتتكلم عن تجاربها، ازاي هم نجحوا بره وازاي هنا كانت في معوقات قدامهم. فأنا لاحظت يعني في ظل يعني وسؤال حضرتك فكرة المقترحات والتوصيات، لاحظت أولا إن في سياق عام بيتكلموا حوالين إن توحيد جهة التعامل، يعني ما فيش مكون واحد خاص ان يقدروا يتعاملوا معاه في ملف ريادة الاعمال، رقم واحد. رقم اتنين فكرة الثقافة نفسها بتاعت ريادة الاعمال، يعني الشباب اللي بالالاف اللي بيطلعوا من الجامعات دول ما عندهمش ثقافة ريادة الاعمال. فبعض منهم اقترح ان احنا المشاريع التخرج تبقى مرتبطة بريادة الاعمال او مواضيع او مراكز التدريب او دورات التدريب داخل الجامعات. وخلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أكد كريم إمام أمين عام أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن، أكد أن هناك خلطا في المفاهيم بين ريادة الأعمال وصاحب المشروع، مما يسبب تحديات للمستثمرين بهذا القطاع. وخلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، شدد أمين عام أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن على ضرورة متابعة توظيف ذوي الهمم بنسبة 5% من العاملين بالشركات. اتكلمنا في مقترح ذوي الهمم القانون رقم 10 لسنة 2018، وخصوصا مادة رقم 22، وهي اللي بتنص على ان الجهات الحكومية والغير حكومية وكل من صاحب عمل ان هو ملزم ان هو يسكن او ان هو يوظف 5%. وده طبعا كان في مشكلة في المتابعة والمراقبة، لكن القانون موجود. بنقدم مقترح على المراقبة على المشروع، وبنطالب طبعا بيه قبل ما انا اشوف ان ذوي الهمم محتاجين ايه لريادة الاعمال. انا محتاج الاول ادخلهم جوه ريادة الاعمال وجوه الاعمال نفسها، ان هو بس ان انا اشوفه بيتحرك وان انا اعيد تأهيله واحول التسكين الى التمكين علشان يبقى فيه اسراء وظيفي، ان انا عندي ذوي الهمم محتاجين شغف ومحتاجين يحسوا ان مش يحسوا هو شريك اساسي في الوطن وفي التنميه، محتاج ان هو يدخل اكتر في العمل قبل ما نساعده في رياده الاعمال، ان هو يبقى متواجد في وسطنا دايما، مش ان احنا بس بمجرد شكل. ده بالنسبه كان لذوي الهمم النهارده. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المهمة السامية التي يقوم بها العلماء والفقهاء الذين يحملون على عاتقهم مهمة إعداد الأجيال القادمة على النحو الذي يتناسب مع قدر مصر ويتواكب مع جمهوريتها الجديدة. خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية الفنون كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر بعنوان الجوانب القانونية للتحول الرقمي، الفرص والتحديات، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور الجامعة في رفع كفاءة المنتج الجامعي المصري ووضعه في موقع متميز على الخريطة العالمية. شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة النيابة الإدارية مراسم حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية دفعتي 2017-2018. أشار وزير العدل إلى اطلاع الهيئة بتحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها الجوهري في مكافحة الفساد وحماية المال العام والإصلاح الإداري.
كما حصل الأعضاء الجدد على الإتقان في العمل والتمسك بتقاليد ومبادئ الهيئة، مؤكدا على دعم الوزارة ومساندتها لهيئتهم الموقرة ومساهمتها في تطوير العمل القضائي وتدريبهم في سبيل إعداد أجيال قضائية جديدة للمساهمة في رفعة شأن الوطن. فخورة طبعا بانضمامي للهيئة عريقة زي هيئة النيابة الإدارية، وبشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعي وزير العدل ورئيس الهيئة، وإن شاء الله نبقى قد المسؤولية. النهاردة يوم يعني قمة في الانبساط وقمة في الفرحة وقمة في إن إحنا من زمان نفسنا في اليوم ده طبعا، وطبعا الشكر لمعالي الرئيس وشكر لمروان بي وزير العدل، وطبعا الشكر لرئيس الهيئة عدلي بيه جد، وطبعا يعني احنا قمة في الانبساط كلنا والحمد لله طبعا على كل شيء. شعور طبعا جميل، واحب اشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا النيابة الإدارية ده بيت لينا، واحنا نتشرف اللي احنا نبقى عضو من اعضاء النيابة الإدارية. فرحة كبيرة طبعا، والنهاردة يوم ما يتنسيش. بحب اشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيعه لينا وعلى اختياره لينا، وبحب اشكر فخامة السيد الوزير وزير العدل على اختياره لينا، وبرجو من ربنا كده وربنا عز وجل يعني ان هو يوفقنا في اللي جاي، وتكون بداية سعيدة لينا وفي حياتنا العملية ان شاء الله. بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى الثورة، ثورة 30 من يونيو، نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان 30 من يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية، إيمانا بأهمية رفع الوعي لدى المواطنين والتوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة. الثلاثون من يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية، عنوان الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن مختلف فئات المجتمع، وتأتي بمناسبة قرب الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو. عقد الندوة يعكس أهمية الدور الذي تطلع به وزارة الداخلية في التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة. ندوة متميزة للغاية، لأنها زي ما قلت فيها تمثيل لأجهزة الدولة المختلفة، وده بيشير لأهمية الوعي لمواجهة الشائعات التي يتم نشرها بين الحين والآخر. جلسات الندوة شهدت مناقشات حول جهود مؤسسات الدولة في مواجهة مخططات الإسقاط ودور هذه المؤسسات في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية، حيث تم استعراض جهود عدد من هذه المؤسسات. لا شك أن هذا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية من خلال عقد هذه الندوات لكي تبين البيان الحق في مسألة عملية الخروج من مخططات الإسقاط من أجل التنمية المستدامة لهذا الوطن الحبيب الذي نعيش فيه. فضل ونجاح المؤسسات الأمنية بتاعتنا، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومحاربتهم للإرهاب، ده اللي ساعد بشكل كبير على تحقيق التنمية. ما بقاش دور وزارة الداخلية ينحصر فقط على الجانب الأمني أو توفير الأمن فقط، ولكن أيضا تحصين المواطن المصري، تحصين الفكر، تحصين الثقافة، تحصين الهوية. وقد أشاد الحضور بموضوعات الندوة وما تبذله وزارة الداخلية من جهود لرفع الوعي العام لدى المواطنين وتعريفهم بإنجازات الدولة وخططها نحو البناء والتنمية لتحقيق مستقبل أفضل. الندوة عظيمة إنها بتحاول ترشد وتعلم وتوضح أشياء ممكن تبقى غايبة عننا، إن البلاد أو الأوطان لو ذهبت لن تعود. أنا استفدت إن أنا مش أي شائعة تنزل، إن أنا أسمعها المفروض أعرف إيه المحيط وأتأكد من المعلومة الموجودة. خلال الندوة تم عرض فيلم تسجيلي حول ثورة 30 من يونيو وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة بخاصة الأمنية. اختتمت الندوة فعالياتها بعدد من التوصيات، أبرزها مواصلة التوعية بخطورة حروب الجيل الرابع التي تستهدف إسقاط الدول والمضي قدما نحو تنفيذ خطط التنمية، مع التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في إبراز النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على كافة المستويات. خرجت الندوة أعتقد بكل الأهداف اللي كانت مخطط لها. الحاجة الثانية أنها كانت رسالة للناس وللشعب، لأن وده دور وزارة الداخلية النهاردة أنها
وضحت حاجات كتيرة. وأنا أعتقد عن نفسي أنا استفدت كتير جدا النهاردة من كل المحاضرين، لأن ده كانت أحد أسباب نجاح اختيار المحاضر الجيد اللي عنده المعلومة جيدة ليوصلها للمستهلك. وتستمر وزارة الداخلية في الاطلاع بدورها في رفع الوعي المجتمعي لدى فئات المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات وإبراز الإنجازات الوطنية على كافة الأصعدة وتعميق الولاء والانتماء الوطني. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. وزير الخارجية السعودية في طهران في إطار عملية تقارب واستئناف العلاقات الدبلوماسية. عقد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران. بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني أن اللقاء شهد بحث التعاون في مجال التجارة بين البلدين. تأتي مباحثات الوزيرين في طهران في إطار عملية التقارب بين البلدين، حيث كانت المملكة العربية السعودية وإيران قد قررتا في مارس الماضي إنهاء الخلافات واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد اتفاق بوساطة صينية. أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي دعمها للمباحثات والتقارب الذي من شأنه إنهاء حالة الانقسام السياسي، واعتبرت أن ما قامت به لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اعتبرته أولى الخطوات المهمة التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما حثت قيادة الجيش مجلس النواب والدولة على الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وموحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، مطالبة بعثة الأمم المتحدة دعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات. يتوصل توافد حجاج القرى إلى المدينة المنورة وسط تيسيرات تقدمها بعثة حج القرى لهم منذ لحظة الوصول وخلال مدة إقامتهم بالمدينة المنورة حتى المغادرة إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. يا رايحين لإن بالغالي هني يغادر يوميا أفواج من حجاج القرعة مطار القاهرة الدولي في رحلة تستغرق نحو ساعتين باتجاه المدينة المنورة. ومع كل فوج من هؤلاء الحجاج يصل إلى مطار المدينة، يستقبلهم ضباط البعثة لتسهيل إجراءاتهم والترحيب بهم استكمالا للتيسيرات المقدمة لهم لأداء مناسك الحج. أنا سعيدة جدا جدا باستقبال البعثة المصرية لينا واحتفالهم لينا. كل حاجة ميسرة وكل حاجة سهلة وبسيطة، والحمد لله مقابلتكم حلوة وكل حاجة حلوة وجميلة. يعني أول مرة اللي بالك راجع عمرة ما لقيتش استعمال زي الدور ده. جميل وجرات في ما خدتش 3 دقايق. عاوزين نشكر كل ما هو مسؤول في البعثة المصرية اللي استقبلتنا هنا في مطار المدينة. صراحة يعني شيء يعني القلب مش قادر يوصفه في 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 ترحاب في مدينه رسول الله. اول مره اجي، بس بصراحه اللهم صل على النبي، استقبال ما فيش بعده استقبال، وربنا يبارك لكم يا رب، كل سنه وانتم طيبين وتعدوا لها بخير. بمجرد انتهاء الإجراءات يستقل الحجاج الحافلات المجهزة لهم أمام صالة الوصول لتقلهم إلى فنادق إقامتهم.
وفي هذه الأثناء يقوم الضباط بإنهاء إجراءات التسكين بواسطة التابلت والباركود حتى يتسنى للحاج معرفة غرفته بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، وهو ما يوفر عليه عناء الانتظار في بهو الفنادق. حفاوة استقبال الحجاج كبيرة بفنادق الإقامة التي اختارتها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بعناية كبيرة على مقربة من الحرم النبوي الشريف، وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلوات في أوقاتها. ما شاء الله، يعني تنظيم رائع جدا وجيد جدا من أول ما وصلنا في المطار لحد هنا. المشرفين ما شاء الله حاجة ممتازة، عرفونا كل التعليمات وكل الحاجات اللي احنا المفروض هنعملها. التسكين بدأ من الباص، توزيع الكروت في الباص ومعرفة كل واحد الطابق بتاعه والغرفة بتاعته. ما خدناش وقت في التسكين وراحة في كل حاجة. فرحة كبيرة بين الحجاج بسبب دقة عملية التنظيم منذ لحظة وصولهم إلى مطار المدينة حتى فندق الإقامة، ووجود الضباط بينهم لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم. طبعا الشكر، كل الشكر للبعثة والترتيب، الإجراءات الأمنية زمان زي الفل والله، الناس بذلت معنا مجهودات حلوة جدا. نشكر وزارة الداخلية بضباطها وأفرادها وبعثتها واهتمامها بينا، ومفيش أي تقصير، وأحسن فنادق ونظام في المطار، كل حاجة جوازاتنا وورقنا وكل حاجة والتعارف كل حاجة تمام بسم الله ما شاء الله. في تسهيلات لكل الحجاج وحسن استقبال لينا وتعاون لكل الحجاج، والحمد لله ما فيش أي مؤاخات قابلتنا. هكذا هي أجواء روحانية وفرتها بعثة حج القرعة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر، مع وضع كافة الإمكانات لخدمة الحجيج. يتواصل توافد حجاج القرعة إلى المدينة المنورة تمهيدا لقضاء أيام بها قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء المناسك، وسط تيسيرات يقدمها ضباط بعثة حج القرعة لهم للتيسير عليهم لأداء صلواتهم في المسجد النبوي الشريف. من أمام أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أعمالها لاستقبال ضيوف الرحمن، وقد تم تقديم الخدمة العلاجية لنحو 1513 حالة بالعيادات الطبية بمكة المكرمة، كما تم تحويل 18 حالة لمستشفيات تم خروجهم عدا 3 حالات مستقرة تتلقى العلاج. وتقوم فرق الطب الوقائي بعمل ندوات توعية للحجاج بمقار إقامتهم. مع تزايد وصول ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فرضة الحج، ومنهم الحجاج المصريين بمكة المكرمة، ارتفعت معها درجة الاستعداد القصوى لفرق الطب الوقائي بالبعثة الطبية المصرية، وذلك بالمرور والتواجد في مقر إقامة الحجاج المصريين لإقامة البرامج والندوات التوعوية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس والتغذية الصحية السليمة خلال أدائهم المناسك. بنبدأ نتواصل معهم باستمرار وكل يوم عن طريق اللي احنا نوصل لهم في أماكن تجمعاتهم، أماكن إقامتهم، أماكن الصلاة في المساجد، وأماكن الندوات في أماكن التجمع إذا كان في مطاعم أو كده. أهم الرسائل اللي بنوجهها لهم إزاي يقدر يقضي حج سليم بالتغذية السليمة بالصحة السليمة، يحافظ على نفسه من ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إزاي يقدر يتعامل مع الأمراض المزمنة اللي عنده، لو حس بأي أعراض من الأمراض إمتى يتوجه للعيادات وإيه أماكن العيادات، وازاي يقدر يتواصل مع الاطباء في اي وقت. دي اجراءات لازم ياخد باله منها كلها علشان يقدر يحافظ على صحته سليمه جدا ان شاء الله، ويقضي الحج بطريقه سليمه ويرجع على ارض الوطن بالسلامه ان شاء الله. نوصي ان احنا نلبس الماسك في المناطق المزدحمه جدا لتقليل العدوات بالامراض التنفسيه. ثالث حاجه ان انا لازم اوصي بالتغذيه السليمه. التغذيه السليمه دي حاجه مهمه جدا، وشرب السوائل، لان ده بيمنع الجفاف، بيمنع عندي حاجه الاجهاد الحراري، يمنع عني ضربات الشمس، يمنع عني كثير من الأمراض المعدية اللي بتنشط بسبب ضعف الجسم من ضعف السوائل وضعف التغذية. كما تتواصل أعمال البعثة الطبية المصرية في تقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة للحجاج المصريين أينما كانوا. معظم الحالات اللي اشتكت النهاردة عبارة عن إجهاد عضلي، ضربة شمس، متابعة سكر، متابعة ضغط، أصحاب الأمراض المزمنة، لكن الحمد لله الحالات كلها ليس بها أي إصابات أو أي شيء، كلها تمر بسلام من داخل العيادة الموجودة بالفندق، ولا يوجد أي تحويلات لأي مستشفى ولا أي إجهاء أخر. الحمد لله الأمور
ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى مدينة سان بطرسبرغ، حيث يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي. أفكارا وآراءكم الخاصة، وقد تحدثنا مع رئيس جنوب إفريقيا حول كل هذه الأمور، وشكرا لكم. طبقا للمشاركين. اكسلانس مسيو فلاديمير بوتين جراند تامي دو لافريك بريزيدون دو لافريك. فلاديمير بوتين وهو صديق للقارة السمراء، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، فخامة رؤساء الدول الأخرى ورؤساء الوزراء وممثلي الدول الأفريقية في الوفد الإفريقي، ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الموجودين هنا في القاعة، بداية أريد أن أتقدم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين وأشكره والشعب الروسي كاملا على حسن الضيافة هنا واستقبالنا هنا في سان بطرسبرغ في هذه المدينة الكبيرة والعريقة والجميلة. الاستقرار ليس فقط في إفريقيا ولكن في كل العالم. كما تعلمون فخامة الرئيس، فإن الحروب كانت دائما ذات نتائج مأساوية، وإذا دامت أكثر فإن تأثيراتها ستكون كبيرة جدا. طبعا لا نعلمكم شيئا فخامة الرئيس بشأن هذا، بالنظر إلى أن بلدكم قد عاش الكثير من الأحداث المؤلمة في الماضي والتي طبعا دامت كثيرا. اليوم هذه الأزمة تؤثر ليس فقط على دولتيكم وجيرانكم، ولكنها تؤثر أيضا على العالم أجمع، وخاصة قارتنا إفريقيا. وهذا أدى أو هذه الأزمة أدت إلى انعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق، وطبعا بمجيئنا إلى بلدكم فإننا نحاول أن نعمل مع هيئتنا الممثلة للقارة الإفريقية. أردنا أن نظهر لكم الصداقة العظيمة التي ربطت دائما بين روسيا وإفريقيا. نحن دائما ونحن جئنا أيضا للاستماع إليكم وأيضا للشعب الروسي، ولنشجعكم خاصة على الدخول في مفاوضات مع أوكرانيا لتنتهي هذه المأساة. لقد استثمرنا في هذه المهمة لأنه كأفارقة، فللأسف طبعا نحن لدينا مآس كثيرة مررنا بها، ومن خلال الحوار فقط نستطيع حل هذه المشكلات. ومن خلال هذه التجربة فإننا نأمل أن نتقاسمها معكم على أمل أن نجد طريقا لحل هذه الأزمة. طبعا أخونا دفوزا سيقدم لكم مقترحنا، ونأمل أن تقنع بلديكم روسيا وأوكرانيا للذهاب إلى الحوار. وكما تعلمون فإننا قد ذهبنا أمس إلى أوكرانيا لنلتقي الرئيس زيلينسكي حتى نستمع إليه ولنقدم له مقترحه لحل هذه الأزمة. فخامة الرئيس، سيداتي وسادتي، دعوني فقط أشدد على أن الوساطة الإفريقية التي نقودها ستكون وساطة من أجل السلام،
ونكرر بأنه في هذه العولمة والعالم الذي نعيش فيه، حين دولة أو منطقة تتأثر بأزمة مهما كانت طبيعتها، فطبعا والكوفيد علمنا الكثير، فجميع الدول تكون مهددة، ولذلك علينا أن نبذل كل جهودنا لمنع الأزمة من الاستفحال. وطبعا هذه هي الرسالة التي جئنا لنقدمها إلى فخامتكم وإلى شعب روسيا. السلام بين دولتيكم الشقيقتين يبقى قضية مهمة جدا من أجل سلام منطقتكم والعالم ككل، ومن أجل إفريقيا خاصة إذا تحدثنا عن العلاقات الأسطورية التي كانت دائما لدينا مع روسيا. نحن زعماء الدول الإفريقية ممثلي إفريقيا نأمل بأنكم ستسيرون في طريق السلام، وسنسير مع دولتيكم، وأشكركم جدا. إذن je remercie monsieur le président Vladimir Poutine excellence monsieur le président cher Vladimir je voudrais commencer par vous remercier pour votre accueil et votre disponibilité je dois témoigner que Vous avez toujours été attentif à l'écoute de l'Afrique à chaque fois que nous évoquons nos préoccupations. نستمع إلى كلمة أخرى في هذا اللقاء الروسي الأفريقي ونعود. وأيضا لكربكم وتفضلكم بالوقت، أود أن أقول إنكم كنتم دائما تستمعون إلى إفريقيا، وفي كل مرة حين نتطرق إلى ما يهمنا، وطبعا هذا يعكس العلاقات الجيدة بيننا، والتي طبعا تعززت في قمة جنوب إفريقيا، والتي ستتعزز أكثر بسبب القمة التي ستعقد هنا في سان بيترسبورغ في يوليو المقبل. سيد الرئيس، أود أن أغتنم الفرصة لأشدد على شكري لكم لاستضافتنا بطريقة جيدة وبترحاب شديد. وفي سوتشي حين جئت كرئيس للاتحاد الإفريقي آنذاك لننقل لكم رسالة سلام ونزع أو تخفيض التصعيد، وأيضا لننقل اهتمامنا بشأن الحبوب والأسمدة الآتية من أوكرانيا وروسيا. لقد استمعتم لنا وأظهرتم رغبتكم طبعا في رفع هذا الحظر، وبسبب طبعا لاعبين آخرين مثل تركيا والأمم المتحدة كان هناك اتفاق عقد بشأن الحبوب. إذا نعود اليوم لزيارتكم ورؤيتكم سيد الرئيس في إطار مهمة وساطة جديدة، والتي طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي ذكرها سابقا، الوساطة الإفريقية بين روسيا وأوكرانيا. أود أن أشدد على أن هذه المبادرة هي مهمة طيبة النوايا، وتظهر الرغبة الطيبة للقارة الإفريقية لحل هذه الحرب أو وقف هذه الحرب، وللمساعدة في حل القضايا الإنسانية، وفي أخيرا في إقامة أجواء الثقة ليكون هناك مناخ للحوار بين الطرفين. كنا أمس في كييف ونقلنا هذه الرسالة أيضا إلى الرئيس الأوكراني، ولاحظت بأن الحوار لم يتم استبعاده حتى ولو أن الظروف طبعا، وحتى ربما شروط بعض الشروط كانت موجودة، ولكن أنا مقتنع بأن روسيا وهي دولة مؤسسة للأمم المتحدة أيضا تحترم ميثاق الأمم المتحدة
وطبعا هناك كثير من القضايا التي تحدث أو سيتحدث عنها لاحقا زميلي من جنوب إفريقيا. أود أن أحدد هنا بأنه رغم الوضع على الأرض عسكريا، فمن المهم أن نحافظ على أروقة الحوار والمحادثات مفتوحة حتى تحل على الأقل القضايا الإنسانية وتكون لها الأولوية، وكل القضايا الأخرى يمكن حلها لاحقا. وأعتقد بأن الجهود الإنسانية ينبغي تعزيزها أولا، وخاصة فيما يخص تبادل السجناء، وأظن بأن هذه القضايا يمكن ربما أن نتعمق فيها معكم. ولكن أود أن أحيي بأنه في 9 من يوليو في الماضي، أظن بأنه طبعا مع إطلاق سراح بعض المعتقلين أو الأسرى آنذاك، فهذا كان شيئا جيدا وإيجابيا. سيد الرئيس، جئنا للاستماع إليكم أيضا ولنقول لكم إن إفريقيا تريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، مع اقتناعنا بأن هذا السلام ممكن بالحوار والتسوية. شكرا. Also extend my greetings once again to my fellow heads of states, as well as the other colleagues or heads of government and envoys of the presidents who cannot be here. Let me say that we would like to thank you for agreeing to meet us. We are a 7 African nations أخرى إلى زعماء الدول وأيضا الزملاء الآخرين من رؤساء حكومات ومبعوثين للرؤساء الذين لم يمكن أن يكونوا معنا. دعوني أقول إننا نريد أن نشكركم للموافقة على الاجتماع بنا، فهناك عدد من الدول الإفريقية التي اتخذت مبادرة للسلام، ونحن الآن في مهمة سلام لنحاول ونشجع على السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا النزاع. لدينا 7 نقاط أو 10 نقاط نريد أن نرفعها إليكم، وطبعا مقترحنا يدور حول 10 أشياء. الأول هو أننا نريد أن نستمع أولا، فنحن هنا للاستماع كما استمعنا أمس إلى الرئيس زيلينسكي، فهو شدد وذكر بعض القضايا، وقلنا له بأننا سنلتقيكم حيث إننا سنستمع أيضا إليكم وإلى منظوركم بشأن هذه الحرب، ونريد أن نستمع باحترام وأيضا بالاعتراف والإدراك بأنكم تثقون بنا. ولكن أيضا ندرك بأن هناك الكثير من المقترحات التي وضعت من قبل عدد من لاعبين أساسيين في العالم الذين وضعوا مقترحات للسلام، ومقترحنا لا يتنافس مع المقترحات الأخرى التي قدمت. النقطة الثانية التي نود أن نذكرها وهي شيء أساسي بشأن المقترح هي بأننا نؤمن بقوة بأن هذه الحرب ينبغي أن تحل، وتحل من خلال المفاوضات ومن خلال الأدوات الدبلوماسية. الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد،
كل الحروب يجب أن تنتهي وتحل في مرحلة ما، ونحن هنا فقط لنوصل لكم رسالة واضحة بأننا نريد أن تنتهي هذه الحرب. نقول هذا لأن هذه الحرب لديها تأثير سلبي على القارة الإفريقية وعلى دول أخرى أيضا، العديد من الدول حول العالم. فكقارة نحن قد تأثرنا سلبيا فيما يخص اقتصاداتنا وأسعار السلع التي ارتفعت، خاصة الحبوب والأسمدة، وأسعار أيضا الوقود قد ارتفعت. وطبعا هذا من عواقب الحرب التي تستمر. ولهذا السبب نحن هنا أيضا وفي مصلحتنا الجماعية أن تنتهي هذه الحرب. النقطة الثالثة التي نود أيضا الحديث عنها هي أننا نريد تخفيضا للتوتر والتصعيد في هذا النزاع، فتصعيد النزاع من قبل الطرفين لن يعزز آفاق السلام، ونريد أن نرى أن يتم التخفيض حتى نجد طريقا للسلام. النقطة الرابعة والتي أيضا غطيت في العديد من المقترحات الأخرى هي بأننا نعترف بسيادة الدول فيما يخص ميثاق الأمم المتحدة، ونعم في إطار ذلك الميثاق نؤمن بأننا كلنا ينبغي أن نعمل طبقا للمبادئ الدولية المعترف عليها. ولذلك السبب نريد أن نقول إننا نعترف بسيادة الدول في إطار ذلك الميثاق. النقطة الخامسة التي نود أيضا أن نرفعها هي أنه ينبغي أن تكون هناك ضمانات أمنية لكل الدول. وطبعا هذه القضية تم رفعها من قبل الطرفين بأن كل طرف يريد ضمانات أمنية، ونحن نوافق على ذلك. النقطة السادسة التي نود رفعها أيضا هي ما يؤثر على بلداننا، ونود أن ندعو لفتح تحرك الحبوب في البحر الأسود، ومهما كانت العراقيل هناك ينبغي أن تزال وحتى تتحرك الحبوب والسلع وتدخل إلى الأسواق. النقطة السابعة أيضا هي أننا ينبغي أن نضمن أن هناك دعما إنسانيا لأولئك الذين هم بحاجة إليه والذين يعانون بسبب هذا النزاع. النقطة الثامنة التي رفعت أيضا ورئيسنا ماكي سال ذكرها فيما يخص إطلاق سجناء الحرب أو أسر الحرب من الطرفين. قضية أخرى طبعا مرتبطة بهذا وهي الأطفال الذين علقوا في هذا النزاع، ينبغي أيضا أن يعودوا إلى حيث ينتمون إلى منازلهم. والنقطة التاسعة بالنسبة إلينا هي أن كل حرب تؤدي إلى الدمار، فينبغي أن يكون هناك إعادة إعمار ما بعد الحرب، وينبغي أن ندعم إعادة الإعمار ليحدث بعد الحرب. النقطة العاشرة فخامة الرئيس بوتين هي أننا نريد أن نرى تواصلا أكثر
فيما يخص المسارات التي ستؤدي إلى نهاية هذه الحرب. وذكرنا هذه النقطة خاصة مع الرئيس زيلينسكي، وهو وافق وقال نعم. وكقارة إفريقية ودول إفريقية موجودة هنا يمكن أن نلعب هذا الدور. إذن أود أن ألح وأدعو إلى أنه بعد اتصال اليوم ستكون هناك اتصالات أخرى، لأن إنهاء الحرب طبعا يتطلب اجتماعات عديدة واتصالات. وكقارة إفريقية ممثلة هنا وكسبع دول موجودة هنا من إفريقيا، نحن نؤمن بأن هذا ما يمكن أن نشارك به. وهذه المشاركة طبعا نفعلها مع احترامنا الشديد للبلدين باحترام المواقف وأيضا ما تحدث عنه، وإيماننا بأن هناك موقفا مشتركا يمكن التوصل إليه، موقف يمكن أن يؤدي إلى السلام. العديد من المقترحات قد قدمت نستطيع أنها تضع أساسا لسلام، وهذا ما نريد أن ننظر فيه ونبحث فيه حتى نتمكن جميعا من المشاركة في إنهاء هذه الحرب. تلك هي فخامة الرئيس بوتين، هي النقاط الرئيسية التي ذكرناها أمام الرئيس زيلينسكي والتي الآن سنضعها أمامكم. ونحن نؤمن بأن الوقت قد حان للطرفين ليتفاوض وينهي هذه الحرب، لأن هذه الحرب تكلف الكثير وتزعزع الاستقرار وتضر العديد من الدول حول العالم. ونحن كدول إفريقية نشعر بالعواقب هذه الحرب. إذن جئنا هنا من أجل هذا الأمر، وأود أن أنهي بالقول إن هذه مهمة تاريخية. القارة الإفريقية تمثل، والممثلة هنا بسبع دول، لم تنخرط في مهمة من قبل مثل هذه المهمة. وأقول بأننا اتخذنا هذه الخطوة بإيماننا بأننا يمكن أن نشارك. وأود أن أشكركم لإعطائنا الوقت وللاستماع إلى ما جئنا لقوله، ولكن الأهم هو أننا نريد الاستماع إليكم. شكرا جزيلا لترحيب بنا. Вы хорошо знаете, я уверен в этом, что все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота на Украине в 2014 году. И этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, собственно говоря, и не стесняясь об этом говорят и говорили. Даже назвали сумму, которую они истратили на подготовку. من أننا نستطيع أن نساهم في هذا الأمر ونشكركم على الوقت الذي сегодняшних правителей. ولكن في بدايتي علينا أن نستمع لرأيكم. После этого госпереворота часть населения Украины не поддержала этот государственный переворот и объявила о том, что население этих سوف أعطي كلمة لكل منكم، لكل رئيس من رؤساء الوفد، وبودي بعد الكلمات الثلاثة الممثلين أود أن أقول بعض العبارات بشأن الأهداف. فأولا كما تعرفون جيدا، فإن جميع المشكلات في أوكرانيا بدأت بعد الانقلاب غير الشرعي الدموي في عام 2014، وذلك الانقلاب كان مدعوما من قبل الغربيين، فهم يتحدثون علنا عن ذلك، وحتى هم أعلنوا
عن مبلغ قدموه لهذا الانقلاب غير الشرعي. فالانقلاب كما قلت كان غير شرعي. وثانيا بعد هذا الانقلاب جزء من أوكرانيا لم يؤيد ذلك الانقلاب وأعلنت تلك المناطق بأنها لن تخضع للسلطة الحالية في كييف. فروسيا كانت مضطرة لدعم هؤلاء الناس، وأقصد بسبب الاتصالات التاريخية والثقافية واللغوية والروحية مع أولئك الذين كانوا يقطنون في تلك الأراضي منذ فترة طويلة. كنا نسعى لحل الوضع سلميا، وربما قد سمعتم بأننا وقعنا على الوثائق والاتفاقيات بين طرفي النزاع في مينسك، ومع ذلك فبدأت عملية تسوية مينسك، والسلطة الحالية في كييف خدعتنا وأعلنت أنها لن تلتزم بالاتفاقيات المشتركة وانسحبوا من تلك العملية السلمية. وبعد ذلك روسيا كانت مضطرة للاعتراف بالأراضي الروسية في أوكرانيا، أقصد لوهانسك ومقاطعة لوهانسك ودونتسك. أما الآن فأنتقل إلى المرجعية القانونية، فهل كان يحق لنا الاعتراف باستقلال تلك الأراضي طبقا للأمم المتحدة؟ نعم كان يحق لنا القيام بذلك، لأن استرشادنا بالميثاق الأممي فهذه الأراضي كانت باستطاعتها أن تعلن نفسها مستقلة. وبعد التوصل إلى اتفاق للصداقة والتعاون طبقا لميثاق الأمم المتحدة كان يحق لنا تقديم الدعم الضروري، لأن نظام كييف اتخذ تدابير وإجراءات ومحاولات لحل هذه المشكلة عسكريا وبالقوة، وبدأت عملية عسكرية في 2014 باستخدام الطيران والدبابات والمدفعية. إن نظام كييف قد شن حربا في عام 2014، وطبقا للمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة كان يحق لنا تقديم الدعم الضروري استرشادا بهذه المادة. أيها الأصدقاء الأعزاء، هذا هو المنطق الذي أردت أن أعرضه عليكم. فطبقا لخبرائنا نعتقد أن هذا منطق مطابق لميثاق الأمم المتحدة، هذا أولا. ثانيا، وهذا يشغل بالنا جميعا ويتعلق بالاقتصاد العالمي والأغذية والتضخم، ألفت نظركم إلى أن الأزمة في أسواق الحبوب وأسواق الغذاء لا تعتبر نتيجة الحرب في أوكرانيا. هذه الأزمة كانت تتطور وتحدث ما قبل الحرب، وبدأت بسبب محاولات الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي كانت قد بدأت تمارس استهداف النقود لحل مشكلاتها التي ترتبت على وباء كوفيد-19. بسبب طباعتها للنقود، ربما 9 تريليونات دولار وربما 5 تريليونات يورو في أوروبا، فقد اشتروا جميع البضائع في العالم عبر الاحتكار، وكل هذا تسبب
إنه تحصيل حاصل كما يقال. أما فيما يتعلق بصفقة الحبوب فنحن ندرك أنه رغم كل شيء وكل المشكلات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وسواء كان الأمر يتعلق بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا أفريقية التي تحتاج إلى حبوب، يجب أن لا تتعرض إلى كل هذه المشكلات. ونحن عرضنا إمداد إفريقيا بالحبوب لنحل مشاكل الفقر والجوع، وتوجهنا إلى جانب الأمين العام غوتيريش وقدمنا مقترحنا لتصدير الحبوب إلى إفريقيا وخاصة الدول الفقيرة أولا، وقدمنا مثل هذه التنازلات. وما هي النتيجة أيها السيدات والسادة؟ بودي أن أعلن أرقاما، أرقام حقيقية. في 15 من الموانئ الأوكرانية بمشاركتنا ومشاركة تركيا فقد تم تصدير 31.7 مليون طن من المنتجات الزراعية، 31.7 مليون طن إلى الدول الإفريقية: جيبوتي، الصومال، السودان، ليبيا، إثيوبيا. تم توجيه 976 ألف طن. أيها السيدات والسادة، فقط 3.1%. فهذه السلطات الاستعمارية الجديدة الأوروبية وحتى الأمريكية من جديد خدعت المجتمع الدولي والدول الفقيرة الإفريقية. 31.7 مليون طن، فقط 3.1% منها أرسلت إلى إفريقيا. ألا يدل هذا على خدعة؟ إنهم يكذبون على العالم كله، وعلى مدى مئات السنين كانوا يكذبون. وتمت توجيه 38.9% إلى تركيا، 11%، ثم إلى دول أخرى. فلذلك ألفت نظركم، تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لا يسوي هذه المشكلات بالنسبة للدول الإفريقية. سوف نعود إلى هذا من جديد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، أيها الأصدقاء الأعزاء، روسيا لم تتخلى عن هذه المفاوضات. بودي أن أقول إنه بفضل مشاركة الرئيس أردوغان وفي تركيا جرت سلسلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن صياغة شروط الثقة وتحضير النص للاتفاق. وطبعا لم نتوصل مع أوكرانيا إلى أن يكون هذا النص سريا أو علانيا. مشروع الاتفاق هذا تم التوقيع عليه من ممثلين عن كييف، هذا هو التوقيع. اتفاقية الحياد المشترك وضمان أمن أوكرانيا، الضمانات الأمنية كما ذكرتم السيد الرئيس 18 بندا. طبعا هناك ديباجة وإضافة، وهذا الملحق يشمل المعلومات الدقيقة حتى الخاصة بعدد الدبابات والمدفعية وغيرها من الأمور. تم
التوقيع على هذا الاتفاق من وفد كييف. هناك التوقيع، التوقيع موجود، ولكن كما قلنا بعد انسحاب قواتنا السلطات في كييف قوضت أو وجدت أو رمت هذا الاتفاق في مزبلة التاريخ كما يقال، تخلت عن هذا الاتفاق. فأين الضمانات؟ وحتى في هذه الظروف لم نتخلى عن إجراء المفاوضات. أيها الأصدقاء الأعزاء، لا روسيا، إنها ليست روسيا، أوكرانيا لا تريد التفاوض. وحتى الرئيس زيلينسكي قد وقع على إجراء هذه المفاوضات مع روسيا من قبل، وأنا أشاطركم قلقكم، ونحن على استعداد للبحث في مقترحاتكم. نحن لم نتخلى عن هذه المفاوضات، أوكرانيا هي التي رفضت المفاوضات وتخلت عنها، وحتى هناك مرسوم رئاسي أوكراني. أما عن تبادل الأسرى فهذه العملية تتواصل، وشكرا لكم لذكركم هذا الأمر. طبعا هناك جهود تبذل من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرهما من الشركاء، ونحن مستعدون لإجراء هذه العمليات. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا جزء من المؤتمر الصحفي المنعقد في سان بطرسبرغ بوفود إفريقية وبمشاركة مصرية لعرض بنود مبادرة السلام على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحتواء الأزمة الروسية الأوكرانية. هذه الأزمة التي اندلعت ما بين الجانبين منذ ما يقرب من أكثر من العام ونصف العام، وأدت إلى مزيد من الأزمات في داخل الدول المختلفة، ومنها بالطبع ما طال القارة الإفريقية. بالطبع كان هناك نوع من التأثيرات السلبية فيما يخص أسعار الغذاء وإمدادات السلع الزراعية المختلفة، خاصة للقارة الإفريقية من الحبوب. وأيضا طالت الأزمة الاقتصادية النابعة من الأزمة الروسية الأوكرانية سلاسل الإمداد، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع المختلفة داخل الأسواق. هذا بالإضافة إلى الأزمة التي أصابت الطاقة والوقود في القارة الأوروبية. We'll be right back.
ويمثل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصر ضمن الوفد الإفريقي الذي يلتقي حاليا في مدينة سان بطرسبرغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قادما من كييف وبعد لقائه أيضا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بالأمس. هذا ويواصل وفد المبادرة الإفريقية المشتركة جهوده في استعراض مبادرته لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في كلمته عن استعداده لبحث المقترحات المختلفة المقدمة سواء من الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر أو حتى فيما يقدم من الدول العربية المختلفة لاحتواء هذه الأزمة المندلعة بين روسيا وأوكرانيا. موقف ثابت وعادل تتبناه مصر تجاه القضايا والملفات الإقليمية والدولية الذي يبنى دائما على احترام مقدرات الشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ينعكس على الأزمة الأوكرانية ومحاولات احتواء هذه الأزمة والدخول في مفاوضات سلمية يكون من شأنها تهدئة هذا الصراع. ومن أبرز الأخبار أيضا في هذه التغطية الخاصة، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع وزير الدفاع زامبيا. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، حيث وقع وزير الدفاع مذكرة تعاون في مجال التعاون والتدريب العسكري. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد أمبروز لويجي لوفوما وزير دفاع جمهورية زامبيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والممتدة مع جمهورية زامبيا، مؤكدا حرص القوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد وزير دفاع جمهورية زامبيا بدور مصر المؤثر والفاعل في كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية، معربا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين الصديقين. كما وقع السادة وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون والتدريب العسكري تضمنت عددا من الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة لكلا البلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمرارا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق، وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية إلى ميناء بورت السودان بدولة السودان، وهي محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمرارا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورت سودان بدولة السودان محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصري
وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق. ومن جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. الحقيقة النهاردة احنا سعداء ومتشرفين بوصول المركب الحربي المصري اللي جت النهاردة بتوجيهات من القيادة السياسية، من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللي وجه بإرسال هذا المركب للسودان الشقيق استمراراً للجسر الجوي والبحري اللي وجه سيادته بتوجيهه للسودان اعتباراً من أحداث 15 إبريل الماضي. ساعدنا بتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة أيضاً على سرعة إرسال هذا المركب تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. المركب دي جسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه وستقدمه مصر من دعم لإخوانها في السودان. عاملين حاجة سعداء هذا الصباح أن نكون في استقبال الدفعة الثانية مساعدات الإنسانية والصحية والطبية اللي تقدم الحكومة المصرية لإخوان في شعب السودان في الأزمة التي حصلت أخيرا. نحن حاجة سعداء جدا أن نقدم كل الشكر لإخواننا في جمهورية مصر العربية حكومة والشعب على هذا المجهود، وبصورة خاصة للقوات المسلحة المصرية التي قامت بترحيل هذا الجهد الكبير وكل الجهات الداعمة لهم. نحن حاجة نتمنى أن تزول هذه الأزمة قريبا وتعود العلاقات إلى علاقات بتاعة مشاركة وتنمية ومشاريع متقدمة إن شاء الله. شكرا بارك. إحنا الآن في ميناء بورسودان بنستقبل الباخرة أبو سمبل، الباخرة المصرية التي تحمل 270 طن من المساعدات الإنسانية لأشقائهم هنا في جمهورية السودان. وإحنا بهذه المناسبة شكرنا بنرسله حار جدا لشعب مصر ولقيادة مصر الحكيمة ولكل أهلنا في شمال الوادي بهذه المناسبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم العلاقات ويعززها. وفي سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين القادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التي قدمت المساعدات بالسودان. ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام. عاد احنا شايفين مصر وشايفين ولادنا اللي راحوا جابونا من هناك لغاية هنا، شايليننا على كفوف الراحة من هناك لغاية لما وصلنا هنا. إحساس يا ابني لا يوصف بالأبطال دول، جيشنا العظيم والبحرية العظيمة. والله يا ابني ما مكد جيش مصر العظيم وقائدنا قائد عظيم، حمونا وأكلونا وشربونا والله والله هنقول لك إيه، هناك الله يكون في عونهم يعني ماشي. أما إحنا عندنا دولة الأمن بالدنيا، وعندنا دولة اسمها مصر. والله عندنا دولة اسمها مصر، والله ما في زي مصر، ويمين الله ما في زي مصر ولا رئيس مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الله يكرمك يا الرئيس السيسي، انت يعني عملت فينا كل خير، رحمتنا من الموت، ربنا يكرمهم. خدمونا 3 أيام 3 ليالي اكل وشراب وخدمه، ما قصروا معنا ابدا، ربنا يحميهم. بنشكر ربنا ان احنا وصلنا بالسلامه الى سفاجه. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والعرسيم وزير الدفاع، نشكر القوات البحرية، ونشكركم كثيرا على حسن الضيافة والاستقبال، قدمتم لنا جميع الخدمات من وجبات ومن أي حاجة. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.